في 13 من ديسمبر من عام 2013 أعلن بطل الوزن الخفيف المتوسط جورج سان بيير أنه سيتنازل عن حزامه بعد 5 سنوات من الهيمنة. ورغم أنه لم يعلن اعتزاله بشكل رسمي، ولكنه سيبتعد عن القتال ولم يحدد موعد العودة. وأعطى جورج الضوء الأخضر لخليفته روري ماكدونالد للمنافسة على اللقب. وهنا شهدنا بداية حقبة أسطورية للوزن الخفيف المتوسط بعد صعود جيل جديد من المنافسين المرعبين كجوني هندريكس، روبي لاولر، روري ماكدونالد وتايرون وودلي. وتعارك هؤلاء الأربعة على الحزام لثلاثة سنوات على التوالي، بينما جي اس بي يشاهد من بعيد. وفي 4 يونيو من عام 2016 كان الوزن المتوسط يعيش أسوأ أيامه، عندما فاجأ مايكل بيسبينغ العالم بعد أن قضى على البطل لوك روكهولد في الجولة الأولى، وأصبح لدى الوزن المتوسط بطل جديد. وبدون أدنى شك كان هذا أضعف بطل في تاريخ هذا الوزن. وبعد 4 سنوات من الغياب أعلن الجي اس بي عودته إلى القتال، ولكن هذه المرة في الوزن المتوسط لينافس البطل الجديد مايكل بيسبينغ. George St. Pierre is back. وقبل النزال شهدنا عداوة كبيرة بين المقاتلين، وللمرة الأولى في مسيرته كان جي اس بي يرد على خصمه ويستهزئ به. وفي مرحلة الوزن شهدنا الجي اس بي للمرة الأولى يصعد إلى الوزن المتوسط، وكان يبدو بحالة بدنية مرعبة حيث تمكن من زيادة الكتلة العضلية في جسمه. وكنا نتمنى لو فعل الجي اس بي هذا عندما كان أندرسون سيلفا ملك الوزن المتوسط، ولكن استغلت جورج الفرصة للصعود عندما كان الوزن المتوسط في غرفة الإنعاش. And what does it feel like to be preparing after 4 years out of the octagon to fight for the middleweight title tomorrow night? It's 4 years in the making. I've been wanting this for a long time. I've been waiting for this for a long time, and I get it. Madison Square Garden for the title against Michael Bisping. It can't get better than this. وفي 4 نوفمبر من عام 2017 عاد جورج سان بيير. وبدأت جورج الجولة الأولى بقوة، وكان وكأنه لم يغيب عن القفص ليوم واحد. وفي نهاية الجولة الأولى تأكدنا أن جي اس بي قد عاد، وعلى غرار خصومه الآخرين تمكن بيسبينغ من الهروب، ولكن الكندي لم يتوقف عن الهجوم وأخذ الجولة الأولى من البطل. وفي الجولة الثانية تمكن بيسبينغ من أذية الأسطورة، ولكن جي اس بي استخدم المصارعة لإبطال هجمات البطل. ولكن كان من الصعوبة السيطرة على بيسبينغ، وبدأ مايكل بيسبينغ بدخول جو النزال، ويبدو وكأن الكتلة العضلية أثرت على لياقة جي اس بي. ولا يوجد أحد في تاريخ الوزن المتوسط يمتلك لياقة كلياقة مايكل بيسبينغ، وأصبح المقاتلين متعادلين بجولة مقابل جولة. وفي الجولة الثالثة أسقطت جي اس بي مايكل بيسبينغ، ولكن تمكن البريطاني من أذية جي اس بي رغم أنه كان في الأسفل، وتساقطت الدماء من وجه الأسطورة، وهذا ما فعله جي اس بي في آخر دقيقة من الجولة الثالثة. وأصبحت جورج سان بيير البطل الجديد للوزن المتوسط. وبعد شهر من حصوله على الحزام أعلنت جي اس بي أنه سيتنازل عن لقب الوزن المتوسط. ورغم كل المرات التي غضب فيها دانا وايت على جي اس بي، كانت هذه اللحظة الأكثر غضبا لرئيس اليو اف سي على جورج سان بيير. I had him sign a contract that said he would defend against Whittaker for a reason, because I knew he wouldn't. Am I shocked? You know, I don't think anybody's shocked. Came out, he handpicked Bisping and then went away again. So whatever, it is what it is. He doesn't want to fight anybody else. That's why he fought Bisping. He didn't want to fight Woodley. He didn't want to fight Wonderboy Thompson. He didn't want to fight any of those guys. He wanted to fight Michael Bisping. وفي حين سيطرت البطل حبيب نور محمدوف على الوزن الخفيف، كان النزال الوحيد الذي يثير حماسة جي اس بي هو نزال ضد حبيب. وفي 21 من فبراير من عام 2019 أعلنت جي اس بي أنه سيقيم مؤتمر صحفي ليتكلم عن خبر مهم للغاية،
وكان ظن الكثير من الجماهير أنه سيعلن عن عودته ليواجه حبيب، ولكن أعلنت جي أس بي اعتزاله. فهل تعتقدون أن يبقى الأسطورتين معتزلين أم يعودون لأكبر نزال في التاريخ؟ السلام عليكم. كانت هذه آخر حلقة من سلسلة الأسطورة جي أس بي. شكر الله لكم لدعمكم المستمر، ونأسف إذا كنا أطلنا عليكم، ونراكم الأسبوع القادم بإذن الله. وبارك الله فيكم أنتم مهاليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.